إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم مجددا من خلال هذا البث المباشر هنا من أمام المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بفاس. عمال الزليج يحتجون ونقابة الاتحاد العام الشغالين بالمغرب الكتابة الإقليمية بفاس، عمال قطاع الزليج بلدي يطالب الحكومة المغربية بتحسين أوضاعهم المادية. فإذا القضية كبرت هنا، ونقابة ديال الاتحاد العام الشغالين فهي متبنية هذا الملف وتحاول أنها توقف تنظم وقفات احتجاجية كبيرة أمام المؤسسات اللي ممكن لنا تدخل من أجل إيجاد حلول لهاد الناس اللي مكرفصين في القطاع ديال الزليج. كيخدموا بأجرة هزيلة، كاين اللي ما مديكلاريش في لا سي ان اس اس، بزاف ديال المعاناة للأسف الشديد. جاو وصلوا الصوت ديالهم اليوم أمام المديرية الجهوية للصناعة التقليدية، كتشوفوا المئات ديال عمال الزليج اللي كيطالبوا بالحقوق ديالهم، واكيد الاحتجاجات راه متواصله. حنا غنحاولوا نوصلوا الصوت ديالهم اكيد. انزال كبير لعمال الزليج هنا بمدينه فاس امام المديريه الجهويه للصناعه التقليديه بفاس، صراحه معاناه كبيره. نحاولوا نشوفوا التصريحات مره اخرى من اجل ايصال الصوت ديال العامل ديال الزليج. خويا قربنا من المعاناه ديالكم انتم في قطاع الزليج. اخويا المعاناه كثيره، هذا الصانع ما عنده حقوق، ما عنده لا سينيسيس، ما عنده ضمان اجتماعي، ما عنده حتى حاجه. هاد الناس هادو عايشين يعني في واحد الحاله مزريه كثيره، يعني مجامع الحقوق ديالهم حتى من ناحيه الانسان محل العمل ديالو، انه ما عندوش عمل يعني مزيان اللي غيجلس به وغيشد الراحه ديالو وغيكون خدام في واحد المستوى نقي. يعني من المسائل المحادات، المسائل العمل الاجتماعي ديالو كامل، وكثير اخويا من هاد المسائل هادو. وكنتمنوا الله غالتوفيق، الله يوفقنا جميعا، وكنتمنوا الله ان هاد الناس يهتموا بهذا الصانع ويشوفوا الحاله ديال هذا الصانع ويشوفوا هذا القطاع شنو هو. هاد الناس كيخرجوا من يديهم الذهب، ولكن هاد الناس ما مهتمينش بهم وما عندهمش اهميه، وباش كيطلبوا واحد البركه زياده هاد الناس هادو كيرجعوا لهم يقولوا لهم انتم ما عندكمش حق تطالبوا بشي حاجه، حتى شي واحد ما كيديها فيهم وكيهمشوهم. وكنتمنوا من الله غير الخير، وكنتمنوا هاد الناس المسؤولين يهتموا بهذا الصانع هذا، والله يوفقنا جميعا. شكرا جزيلا. اذا جمله من المعاناه كيعانيوا منها الصناعيه ديال الزليج، وهذه تقريبا 20 يوم هما كيحتجوا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ما كاينش مسؤول اللي جلس معاهم الطبلة وحاول انه يقنعهم ويحاول يتحاور معاهم. للاسف الاحتجاجات متواصلة، الان وصلت الاحتجاجات للمديرية الجهوية للصناعة التقليدية، ونتمناو من المدير الجهوي ديال الصناعة التقليدية هنا بطبيعة الحال باش انه يتحاور معاهم ويصفهم ويعطيهم حقهم، لان هاد الناس راهم مظلومين. السلام عليكم خويا، قربنا من المطالب ديالكم والمعاناه ديالكم. السلام عليكم خويا، تبارك الله عليكم على قناه شوف تي في، وهذا المعلمين هذو الله يهديهم اخويا، وحنا مطالبينش طالبين حق مشروع ديال الزياده، واسعار غلات على الصانع التقليدي الزليج البلدي، والله يهدي هاد الناس هادو علينا اخويا ويجي يعطيونا حقنا. ما بغاوش يجلسوا مع الناس المكتب مع النقابه ديالنا، وهادشي اللي كنطالبوا منهم يجلسوا غير معاهم ويتحاوروا معاهم، علاش هاد الشيء هذا ما بغاوش يأديوا لنا هذا الواجب. هذا هو اللي بغينا نعرفوا من هاد الناس هادو وتبارك الله عليكم.
هذه دابا هذه شي 20 يوم وحنا خويا هذا الشيء هذا كنعانيو منه مع هاد الناس هادو مع هاد المسؤولين هادو هذا شي 20 يوم وتبارك الله عليكم والله يستر عليك. نتمناو من المدير الجهوي للصناعه التقليديه يفتح نقاش مع النقابه ومع قطاع الزليج وينصفهم لان الناس راهم يعانون مجموعه من ما غيسمحوش هما في الخدمه ديالهم 20 يوم وغيحتجوا غير هكاك. فاذا هنا علامه استفهام كبيره تطرح حول المصير ديال عامل قطاع الزليج. فملي كتبغيو تصوروا روبورتاجات وتصوروا كتمشيو تصوروا مع الزلاجيه ولكن ملي كيطالبوكم بالحقوق ديالهم كتخبعوا. هذا هو كيقولوا الزلاجيه اكيد. السلام عليكم. تبارك الله عليكم. صانع زليج تقليدي. بغيت نوصل واحد الرساله للمعلمين ارباب القطاع ديالنا اللي تجاهلونا. واحد نكسب 4 شهور ولا 5 شهور وكيسبق ويجري ويراسل باش يجلسوا معاه مع الطبله ديال التفاوض. منعوا كل المنع باش يجلسوا معاه مع الطبله ديال التفاوض. حنا بغينا نعرفوا علاش كصناع تقليديين في هذا القطاع هذا وحنا اللي محتفظين على التراث المغربي ديال 12 قرن في هذه المدينه الحبيبه. ودابا الصناعه غادي للقيراط. الصناعه ديالنا راه في القيراط. ما بقاش واحد الجيل اللي غيخلف هذا القطاع هذا. دابا حنا هما الجيل الثاني. واش ما محقناش نخدموا بواحد الثمن اللي هو يرضينا ويرضي عائلتنا ويرضي وليداتنا. الله يجازيكم بخير. بان هذه الرساله بغيت نوصلها ليكم انتوما المستثمرين ولا اصحاب الشركات ولا المعلمين ديالنا. اجيو جلسوا مع المكتب النقابي الطبله ديال التفاوض. وإلا كنتو كتقولوا النقابه راه حق مشروع وهي اللي كتوحد الصانع وهي اللي كتوحدنا كاملين باش نطالبوا بالحقوق ديالنا. حيت ما عمركم ما زدتونا منكم من راسكم وقلتوا الاسعار تزادت وكل شيء تزاد والوليدات الله يحسن العوان والتضخم وغلاء الاسعار. والانسان الصانع التقليدي في هذا القطاع راه ما بقاش كيقد مسكين يوفر الحاجات لوليداته ويوفر غير العيد الكبير اللي داز راه دار 5000 درهم. والصانع قادر هو كاري وموضو وبزاف ديال الضغوطات. اجيو للطبله ديال التفاوض وعطيونا الزياده ديالنا. دابا راه 15 يوم وحنا جالسين وراه عندنا اضراب مفتاح. عندنا حنا اضراب مفتاح ديما وراه ما غنجلسوش نخدموا. غنوصل لكم هذه الرساله راه ما غنجلسوش نخدموا. راه تتكون الزياده ديالنا والزياده مشروعه وكنطالبوا بالزياده. هذا حق ديالنا خصكم تعطيوه لنا. انتوما زدتو وحنا ما زدناش. وإلا كنتو كتقولوا داك الورقه اللي سنيتو عليها ديال 4 سنين عاد نزيدو الزياده. حنا هاد العامين هادي ونص باش زادت داك ال 20 درهم رغم اننا راه ما كنخدموش بداك ال 20 درهم اللي سونا وسنيتو عليها. وكتقولوا داك الورقه حتى حنا كنطعنوا في داك الورقه وكنقولوا راه ما كنخدموش. زدتو علينا الطرايح ولينا كنخدموا غير ب 80 درهم. الله يجازيكم بخير. مع انكم خصكم تجلسوا معنا راكم بينتوا لنا بانكم نتوما حاقدين علينا رغم ان احنا اللي كنسهروا على هذا القطاع ورغم احنا اللي كنصدروا هذا القطاع للعالم. وتبارك الله عليكم والسلام عليكم. كما سمعتوا رساله قويه وصريحه من عند قطاع الزليجيه هنا بمدينه فاس. نتمناو من المسؤولين يفتحوا الابواب ديالهم والصالات ديالهم المكيفه لوليدات الشعب. هذوما وليدات الشعب اللي خصنا ندعموهم ونساندوهم ونتهلاو فيهم لانهم كيحافظوا على التراث المغربي الاصيل اللي هو الصناعه التقليديه. تحياتي لكل الساده المتابعين الاوفياء. الى ما نلقاكم في بث مباشر اخر. السلام عليكم ورحمه الله.